لم أنتقد مفتاح لأنه صديقي وأنا أعتقد أنه هو فنان كبير وممثل عنده كاريزما عالمية. أنا انتقدت عادل إمام وابنه رامي اللي هو المخرج وكاتب السيناريو لأن أنا عشت في مصر وأنا تنعرف الصورة التي يبغي يوصلها للمغرب. حاولوا يلعبوا في المآلة عدة مرات من خلال توظيف بائعات هواء فقط مغربيات. هذه المرة البرنامج ديال عادل الإمام على فكرة هو فيلم هو مسلسل رائع بكل المقاييس وعنده حبكة درامية كبيرة، ولكن هو تيتكلم على عادل الإمام اللي هو تلعب دور رئيس الدولة وبيته اللي هي مصر اللي كل شيء باغي يستولي عليها، والسفير الأمريكي اللي هو تيمثل أمريكا، وأسهاره عنده أسهار مسيحيين اللي تيمثلوا الأقباط، ودولة إسرائيل دولة مش اليهودي التي يمثلها صديقنا واللي هو جاي من فرنسا وأصوله مغربية وغادي يسكن في إسرائيل. ولما تشوف الحبكة الدرامية للفيلم تتلقى بأنه إسرائيل كما تفعل دائما وقفة تتربص بنجاح أي بلد عربي. علاش هذاك يكون مغربي؟ هذه مشكلتي. الناس ما فهموش بأنه مفتاح ما لعبش دور يهودي، احنا بالعكس ما عندنا حتى مشكل، حاولوا يلعبوا في هذا الموضوع هذا، يقولوا نعمان بالعكس احنا اليهود وقلتها اليهود ديالنا ولاد عمنا وكبرنا معاهم عمرنا كان عندنا المشكل، كاين احنا ضد اسرائيل هي دوله عنصريه وانا لازلت عند رايي. اللي ما عجبنيش في الموضوع هو انه انا لما كتبت ما كتبت فقط كتبته في صفحتي الشخصيه، نادوا بعد المواقع الله يسامحهم وتنعرفهم كاملين تنعرفهم تيبغيو يلعبوا في الماء العاكر وبداو خرجوا واحد العناوين نعمان يشبه مفتاح بالعاهرات اشياء من هذا القبيل. هو انا كلمته وقال لي حقك نعمان تكتب لي بغيتي ولكن رجع وشن عليا هجوم، وهذاك الهجوم ماشي ديال المستوى ديال مفتاح. انا سنقول له بانه انا اعزك وانا لازلت عند رايي ومازال ضد انه يوظفوك وانت فنان كبير، واذا كانوا وذاك الهجوم اللي هجمتيه عليا لا تعليق، واتمنى ما توقفش العلاقه ديالنا كيف بغاو بعض المواقع يوقفوها، ولكن مازال عند رايي انا ضد انك تشارك ذاك الفيلم.